السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة هنشتغل في على الكانفس. الكانفس ده اللي هو توال قماش قطن مشدود على اطار خشب. ده موجود جاهز في المكتبات، انا جايباه من المكتبة، مكتبات فنية طبعا. وممكن قماش توال قطن تشدوه على شاسية خشب من اي نجار ينفذه، انا جايباه جاهز. عموما اسعاره مش غالية. هشتغل معاه الورق دي، الورقة دي المنديل عبارة عن شكلين، شكل ده والشكل ده. هستخدم الشكلين في الاتنين اللي عندي. هي الفكرة ان انا هشتغل على الكانفس بالمناديل مش على خشب، هي دي الفكرة بتاعت النهاردة. بنفس الطريقة برضو، وهيتلزق بنفس التكنيك، يعني الورق المناديل على الازاز على التوال على الفخار على اي حاجة عندنا بتتلزق بنفس التكنيك بتاعنا. هظبط الورقة، المساحة اللي حوالين الإطار بتاعي يكون مظبوط، وأبتدي ألزق. هلزق طبعا بالورنيش، الورنيش المائي بتاعنا العادي خالص، ما بلزقش بغيره، بلزق بورنيش مائي. نفس الطريقة من جوه لبره. وبعدين ممكن احنا بقى لو احنا عملنا كده حابين ان احنا نشتغل الاطار باي خامة، ممكن نحط اي حاجة، قشر بيض مطحون، قشر بيض مبطط، ممكن بتاع ده معجون حوائط ونشتغل عليه بالالوان. انا عن نفسي هشتغل هدرج الوان الموجودة في خلفية الصورة وهشتغل بيها اطار. لزقت الورق ونشف، دلوقتي هبتدي الون حوالين الصورة. انا استخدمت لون اخضر زيتي مع لون اصفر، الدرجتين دول في الاكليريك دمجتهم مع بعض وجربت بيهم، لقيت اللون مناسب للون الارضية بتاعتي. فانا هشتغل بنفس الطريقة اهو كده، الالوان اللي انا هستخدمها الاصفر والاخضر الغامق مع اخضر فاتح عشان افتح وغمق في حتت مع بعض. فانا بعمل الفرشة بتاعتي، بحط فيها وادق كده في عشان ما تبقاش واخده كتير، وفي نفس الوقت ادمج الالوان مع بعض. ولو لما يغمق مني ازود فاتح بحيث ان انا اشتغل يبقى الالوان شبه بعض. بعدين انا بعمل كده بحيث ان انا اديه كأنه عشب، مش بدق ولا نفس العشب اللي موجود على الصورة، انا استفيد بالشكل بحيث ان يديني نفس التأثير. بالشكل ده. وطبعا الجناب بتاعت التابلو كمان لازم تتلون، ما ينفعش ان انا لما اعلقه يبقى الجنب بتاعي اللي هو ده ابيض زي ما هو، بلونه بنفس اللون اللي بلون بيه الحواف. طبعا بعد ما بخلص الزوايا بتاعتي بروح مميلة اللوحة وألون
من تحت بنفس الالوان بتاعتي. يبقى دي الخطوة بتاعت التلوين، هلون كله بنفس الطريقة، هعمل غامق وفاتح زي ما هو موجود تحت جوه كده، انا بعمل ازاي زي ما قلت لكم بالفرشة طولي بحيث اني يبان لي اعشاب. انا مش عايزة ادق كده، انا ممكن ادق كده مثلا، بس انا حابة ان هو يبقى شكل الاعشاب. اخلص وارجع لكم تاني. انتهيت من التلوين الاتنين مع بعض. دلوقتي هشتغل بالستنسل على زاوية من هنا والزاوية قصادها من الناحية التانية. فانا هاخد الفرع ده، هاخد منه جزء صغير ودريت الباقي بسوريتاب عشان ما اخدش منه، بحيث ان انا عايزة اعمل ورود بالستنسل. هروح حاطه الزاوية دي، هعملها كده اظبطها على الحرف، وباللون النحاسي اللي انا بشتغل بيه، نحاسي مائي اهو، هشتغل بيه، هاخد بالمدق والون. همسك الصورة كويس، وطبعا زي ما احنا عارفين المدق ما يكونش فيه دهان كتير علشان ما يبوظليش الشكل. كل ما باخد قليل كل ما بيكون الشكل بتاعي مظبوط. الشكل ده كده واشيل، هيبقى ده الشكل بتاعي. كده يكون الشكل النهائي للعمل بعد اضافة الستنسل على الركنة والركنة التانية. والى اللقاء في عمل جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.